دولة لهم بالمرصاد. عملتوا ايه؟ شيء طبيعي، محاضر، مصادرة السكر، غرامات، حبس. حبسوا. طبعا. فده شيء جيد، ووقفنا تداول السكر على البورصة عشان كان هناك، ده نهائي ولا بشكل مؤقت؟ لا، ده بشكل مؤقت. مؤقت. لما يتخذ القرار الطرف البائع زي القمح، القمح كان مثلا بيطرح ب 13,800 و14,000 و14,200 جنيه للطن. لقينا ان الطلب بقى وصل ل 22 و23 ألف. لو البورصه نفذت ب 22 و23 ألف، هتلاقي ان الدقيق والخبز والمخبوزات في السوق الحره زادت، هتزيد. ويقول لك اصل انا خدت من البورصه السلعيه. هي البورصه السلعيه لا تتبع وزاره التموين، دي شركه مساهمه. نعم. عشان في خلط الحقيقه بعض الشيء. البورصه السلعيه شركه مساهمه، مساهم فيها بورصه الاوراق الماليه، ايوه، القطاع المصرفي، ايوه، شركات تامين، ايوه، بنوك استثمار خاصه، بدون تسميتها عندنا. نعم. 3 بنوك استثمار مساهمه ومشاركه فيها. نعم. فالحقيقه مش تبع وزاره التموين يعني؟ لا خالص. فالقمح استمرت. انما مين اللي بيطرح على المنصه؟ السلع، هيئه السلع التموينيه. فحصل خلط ان البورصه هي هيئه السلع التموينيه او هي وزاره التموين. طب القمح لما طرحتوه وحضرتك قلت لي ب 22 عملت ايه؟ وقفنا التداول. وقفت التداول. وقفنا التداول لان اصبح هناك مضاربات. يعني النهارده زي الدولار. نعم. لما يجي يقول لحضرتك الدولار بسين وبصاد وعين. نعم. وضاد. هو بياخدك في منحه، نزل نزول جامد جدا النهارده جدا. هو مش الدولار اللي بينزل. هو قيمه العمله بتاعتك. بتقوى. الدولار ثابت. ولكن مجازا برضو من ضمن الخلط يقول لك ايه ده الدولار نازل. هو الدولار مش نازل. هو الدولار قيمته او القوه الشرائيه بتاعته ثابته، انما الجنيه بتاعك بدأ يمكن وبدأ يقوى. نعم. تمام. طب ايه اللي حصل؟ الجنيه كان هناك مضاربات، قيمته زادت بالظبط امام الدولار. امام الدولار. أيوة. وليس ان الدولار هو اللي نزل، اللي انخفض. انما قيمه العمله المحليه قويت امام الدولار. نعم. انت عند حضرتك السعر في القطاع المصرفي 31 جنيه. نعم. في السوق الموازي كان مضاربات، وناس يقول لك حسبوا عالميه، والعربيات مش عارف بتسعر بكام، والالكترونيات بكام، والملابس بكام. كل النهارده بقى سوق غير منضبط. ايوه. طيب لما بدات الحقيقه المبادره بتاعه الجانب الاماراتي وان هم يضخوا هذا الاستثمار، ده شيء عظيم. يعني خلاص الاتفاق مع الاي ام اف او صندوق النقد الدولي خلاص قاب قوسين او ادنى ان شاء الله. يعني يمكن يعني على حسب توقعاتي وليس معلوماتي، من قراءاتي لما يحدث من قبل الصندوق، ان شاء الله قبل رمضان يتم التوقيع. فالشركاء اللي هيضخوا استثمارات، توقعات كام طالما حضرتك بتتكلم؟ انا اتصور ان الصندوق مع الشركاء ممكن يصلوا الى 20 مليار، يعني من 15 الى 20 مليار دولار. دولار مع وجود التدفقات الدولارية على مشروع راس الحكمة، فده هيعمل حالة رواج. هنرجع تاني عرض وطلب. طالما الدولار متواجد في القطاع المصرفي والمستوردين هيروحوا يتحصلوا على الدولار من البنوك، ايه اللي هيحصل للمضاربين؟ هيسرعوا في بيع ما لديهم، هيسرعوا في بيع ما لديهم، لان القطاع الخاص كان بيروح يدبر حاجته من بره، من السوق الموازي. مش كده؟ نعم. وكان بقى بيتحكم النهارده الرسمي. فالنهارده الحقيقه يعني بعد ما بقى هناك وفره دولاريه لدى القطاع المصرفي، فبالتالي كل المستوردين هيلجأوا الى القطاع المصرفي لتدبير احتياجاتهم الدولارية.